يقول يوم من الأيام هذا زلمة يمشي مستطرق ومر على شباب يعني صغار أطفال يلعبونهم بقوطية مسوينها طوبة ويجيبونها منا ويودونها منا برجليهم. فقالهم عم القوطية لا تجرحكم. قالوا له يا به شحن القوطية بها حية. قالهم الله أكبر حيوان هسه هذا لا يومكم لا بصفكم. تعارك وياهم طرتهم شحت هذا ما شلون خذ القوطية. من خذ القوطية فتحها وطلع الحية. طلع الحية التفت على رقبته. قالت له انت هل مكلفك تطلع؟ انت هل قايل لك تطلع؟ قال ابوي يلعبون بيك وابيه وانكسر. قالت له يا هل قايل لك؟ لا قايلت لك لا نخيتك لا محشمتك، انت هل قايل لك تطلع؟ خوش اللي خلصنا منك شلون؟ قالت له اللي خلصنا قرصك. اللي خلصك. يا معوده عدلي بدلي بدلي هذا الحش. قالت له قرصك. لك اثنين وحده من هنا قرصك ووحده نروح انا وياك نحتكم. قالها عمي نحتكم بس وين نحتكم؟ قالت له نحتكم عدة لعثة او نشوف يا اهل بدربنا نحتكم بي. هسه مشوا وهي برقبته ملتفه هسه خو لا يقبل تقرصها هاد. تلاقوا ويا المي سالوا المي. قالت له يا المي وحده اثنين ثلاثه انا جهالي بقوطيه ويلعبون بي. اجا وطلعني والتفيت على رقبته لا قايلت له لا مصيته لا محشمته لا كذا لا كذا لا ناخيته لا ناخيته. شو تقول قرصه لو لا؟